الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بفضل الله عز وجل اليوم حضرت عربية اللحمة من الوزارة وعليها 4 طن، ويبقى العدد المجموع 24 طن لحمة بفضل الله عز وجل. سيتم توزيع هذه اللحوم على المستحقين تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. تم بحمد الله اليوم الأربعاء الموافق الثاني من شهر سبتمبر عام 2020 وصول رحلة لحوم صكوك الأضاحي من القاهرة ومن الوزارة إلى مديرية أوقاف البحيرة لتوزيعها على المستحقين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وصلت اليوم السيارة المحملة بلحوم صكوك الأضاحي من وزارة الأوقاف إلى مديرية أوقاف الفيوم الأربعاء الموافق 2/9/2020 لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، وستقوم المديرية بتوزيعها على سائر الإدارات لتوصيلها إلى تلك الأسر بكل احترام وبكل كرامة. وبهذا تكون الكمية الواصلة اليوم 4 طن، الكمية الواصلة إلى مديرية أوقاف الفيوم إلى الآن 16 طن. الحمد لله العفو الغفور، لا تنقضي نعمه ولا تحصى على مر الدهور، واسع الخلائق حلمه، مهما ارتكبوا من شرور يتوب ربنا على من تاب ويقبل على من أناب ويجبر المكسور. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب النبي المصطفى وعلى الصحب والآل ومن تبع، ونور بالصلاة عليه بصائرنا والقلوب. فبحمد من الله ومنا، من فضل الله تبارك وتعالى، برعاية كريمة وتوجيه طيب من معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة معالي وزير الأوقاف، بفضل الله تبارك وتعالى وصلت سيارة لحوم الأضاحي، وبفضل الله تبارك وتعالى وصل قبل كده عدد 6 طن لحوم أضاحي، والنهاردة دفعة الرابعة، وبذلك يكون عدد ما وصل من لحوم صكوك الأضاحي لمديرية أوقاف بورسعيد عدد 8 طن لحوم أضاحي بفضل الله تبارك وتعالى. ونقوم بتوزيع هذه الكمية على الأسر الأولى بالرعاية.